اسمي شيخة محمد العلي، هوايتي الطبخ على طريقتي الخاصة. الطبخ فن، وأنا وايد تأثرت بيدتي لأني عشت معاها. من هني يا تركيزي على المأكولات الإماراتية التقليدية، بس بلمسة جديدة ومختلفة. في هالبرنامج بشارككم اكتشافاتي في تحضير الطعام الإماراتي، طريقة جديدة ومتجددة. مرحبا بكم في هنهم. اليوم بتعلم كيف يسوون الجشيد بالطريقة التقليدية، بعدين بسوي لكم الجشيد بطريقتي. يلا خلنا نشوف. وايد لذيذ.
اليوم بنستخدم مكون صحي وايد وهو الكينوا. الجشي الدوم يقدم مع العيش الأبيض، وما ننسى نضيف المطيبات اللي هي الهال، الفلفل الأسود، المسمار والجرفة. والجشيد معروف انه يتسوى بسمك اليريور، لازم نفور اليريور ونصفي الماي. والحين نغسله ونتأكد أن ما في أي شوك. أساس خلطتنا بيكون البصل والفلفل الأخضر. بنضيف الزيت وبنقلي البصل. وعشان نضيف لسعة حرارة بنضيف الفلفل الحار. ولازم نفتت اليريور. وسر الجشيد الكركم، لأن هذا اللي يعطي لونه المميز. وعشان نضيف للسعة لون نضيف الكزبرة. Thank you.
طبعا ما ننسى الدهنة. وبالعافية. جشيد بالكينوا.